تعرف يا شوقي، لولاك ما كانوش افرجوا عن العربيه دي ولا بعد شهر. دي بس بركه الحاج الله يرحمه. لا لا بصراحه انت تعبت معايا قوي، انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه، كنت لا هعرف اروح ولاجي. انا تحت امرك سبت الكل، بس انا بقى مش هستريح ولا هدالي بال الا لما تاخد كل مليم صرفته من يوم ما مات المرحوم. تاني يا ست الكل، انا كده بزعل قوي لما بسمع السيره دي. وبعدين بقى انت ذنبك ايه تدفع كل المصاريف دي؟ يعني لا مؤاخذه يعني ما تاخذنيش، انت برضه على ارتحالك، يعني انت تتحمل ليه كل ده؟ تصدقي بايه يا ست الكل، انا مستعد اضحي بنفسي عشان اسدد بس ولو جزء بسيط من جمال الحاج الله يرحمه عليا. بس بقى مفيش فايده، ما تتعبش نفسك، لازم تقولي صرفت كام بالظبط. مش عارف اقول لك ايه يا ست الكل، خلاص اعتبري الفلوس دي جزء من الدين اللي عليا للحاج. مع ان حاله صعب قوي يا اختي، الجدع شايل جميل الحاج على راسه، واللي طالع عليه اني شايل فرقبته دين للحاج. ما قالكيش الدين ده يطلع له قد ايه كده؟ مش قال لنا يوم ما كنا راجعين من القرفه في التاكس يجي 500 جنيه بس. طب ما على كلامك صرف قدهم واكتر. صدقي يا نبويه، طلع لي العربيه من نيابه في ساعتين مع انهم كانوا حاجزينها ومش عايزين يرجعوها لي. ايه يا اختي وجع القلب ده؟ هو الحاج الله يرحمه مش يتنازل لك عنها؟ بس بيقولوا لسه التحقيق مخلص. قال يعني خلاص العربيه هي اللي هتعرفهم مين القاتل. علي العوض يا نبوية، اللي راح راح. ده باين عليه هو. افتح له. استنى استنى يا نبوية. صباح الخير يا ست سناء. صباح الخير يا ست شوقي، اتفضل. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا مفيش حد غريب لي نبوي، اتفضل يا ست. صباح الخير يا ست نبوي. صباح الفل يا ست شوقي، اتفضل. تشرب ايه ولا تحط عندك فطار؟ فطرت يا ست زينات الحمد لله. لا انا بتكلم جد، ما تعملش اي تكليف. صدقيني صدقيني فطرت ست زينات الحمد لله. طب تشرب ايه ست زينات؟ انا فطرت وشربت الشاي، مفيش داعي تكلفي خاطرك. طب انا اعمل لك الشاي. مفيش داعي يا ست نبوي، انا شربت الشاي ومتكيف 24 قراط. يعني انت لا عايز تاكل ولا تشرب حاجه عندنا، ولا حتى الفلوس اللي بتصرفها عايز تاخدها؟ انت ايه حكايتك يا سيشاوي؟ ربنا يديم المعروف يا ست زينات. روحي يا نبوي اعملي لي شاي. انا قلت كده من الاول انا هعمل لك الشاي. يا اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ شوفي بقى يا ست زينات، انا لفيت على عمال المحل واحد واحد ونبهت عليهم ان انت هتنزلي الشغل ان شاء الله من بكره، وقلت المدبولي يجي ياخد منك مفتاح المحل ويفتح وينظفه ويكنسه ويخليه اخر قلصته. حلو الكلام، بس انت لازم تقف على ايديهم يا سي شوقي. من العندي والعندي يا ست زينات. بس قولي لي، انت فعلا هتنزلي الشغل من بكره؟ طبعا، مش لازم اشوف الشغل ماشي ازاي؟ معقول برضو. طبعا انت مش هتسيبني يا سي شوقي مش كده؟ لازم تقف جنبي يا اخويا، اصل انا لسه مش عارفه راسي من رجلي. ما تخافيش يا ست زينات، مش هتحسي خالص ان الحاج مات، هتقولي ده لسه واقف معايا في المحل.
مخدومه معانا على المشي. الف شكر. تشكر تشكر. صباح الخير. صحيح كل صباح الخير. تفضلي تفضلي. صباح الخير عليكم. خد يا مدبول افتح. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى ما حدش يدخل المحل. استنى استنى استنى. يلا منع دي. يلا يلا تعالى. استنى البخور. البخور. ايوه كده. خش خش خش. هاتش يدخل. تعالى تعالى. بص يا بص الكتة دي. ايوه يلا يلا خدها كده لف. بسم الله. كمان خش هنا خش هنا خش من ورا. يلا تعالى لي بخ. خد خد خد. تعالى ورايا فوق. تعالى قوي. بصوا بقى يا رجاله، انا عايز كل واحد فيكم يدري من الاصناف اللي موجوده عنده، واللي لقى عنده صنف ناقص يقول عليه عشان نقدر نتصرف. انا بس بظبط الشغل كده يا ست الكل. ده يعمل رايس علينا بس باين عليه مالي ايده قوي. ما هو بس لو اعرف يطلع ليه ده يا سيدي. يطلع ولا ينزل؟ جرال انتوا هتقعدوا كده راسكم في راس بعض؟ انتوا بتنموا على مين؟ لا بننم ولا حاجة يا سشاوي. احنا كنا بنقول ان الحاج راح وسابنا زي الولاية. سابنا كلنا الله يرحمه. ألف رحمة ونور عليه. ألف رحمة عليه. نقرا الفاتحة يا ست الكل. الفاتحة نقرا الفاتحة رجالة. ولا الضالين آمين. عايزة حاجة تانية مني يا ست الكل؟ انت رايح فين؟ يعني هسيبكوا بقى تشوفوا شغلكوا واروح انا لقط عيشي. لا ما تسيبناش. انت من هنا ورايح شغلك هيبقى هنا معايا. عايز مني ايه؟ عاوز اريحك واشيل عني. تشيل عني؟ ما يصحش. لا يصح. هاتي بس كده قدام الناس وانا بعمل حاجه غلط لا سمح الله. هاتي. خد يا سيدي. مش انت برضو اللي ساكن قصادي؟ انت بقى اللي قصادي. هو
اسم حضرتك ايه؟ مجدي. الله الله، اسمك حلو قوي يا سيمالي. بس مش احلى منك. ايه ده، هو انا حلوه ولا حلوه؟ وزي القمر. طيب هات بقى. طب مش قدام الباب كده اما نخش جوه؟ طيب. متشكره قوي لحد هنا. هات بقى. خلاص هات لحد فوق. يا اختي، حد من السكان يلمحنا يقول عليا ايه؟ يقول صبي بقى. صبي؟ مش باين عليك صبي ابدا. امال باين عليا ايه؟ البقال نفسه. لا ده انت باينك شقي قوي. قول لي، هو انت بتشتغل ايه؟ مستني. مستني ايه؟ مستني الفرد. يعني بصراحه كده عاطل. عاطل؟ ليه، هو انت مش مسقف يعني؟ ما معكش شهادات؟ معايا بكالوريوس تجاره بتقدير جيد جدا. الله، طب وجيد جدا ده مش شغالك في حته؟ ولا انت في حاجه منعك عن الشغل؟ لا لا، مفيش حاجه منعاني، بس اللي مانعني هو اللي مانع ملايين زي يعني. ايه اللي بيحصل في العماره المايله دي؟ هات يا فول. متشكرة. اتفضل انت بقى، مع السلامة. بعدين بعدين، يلا مع السلامة. مع السلامة. ايه مالك يا ولية، بتبحلقي لي قوي كده ليه؟ اللي مش عاجبه يشرب من البحر. الدلاعي الدلاعي يعودة في الايام السودة. كد عليك يا زينات، ملحقتش تتهنى بجوازتها. هتورث لها قرشين. مش كل حاجه فلوس يا بابا. في الزمن الاخبر اللي احنا فيه ده الفلوس بس هي كل حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ الصبح. رايحه فين يا فاطمه؟ انت راح تشوف ايه؟ بابا مش هترتاح الا لما تعرف كل حاجه. ده انا الحس البوليسي ده واخده منها. كل الستات كده يا ابني. صوت الزغاريت جاي من عند شقه المخسوفه فوزيه. تلاقيها هتتجوز تاني. تاني؟ وتالت ورابع. مادام في الحلال يبقى من حقها. ايوه بس دي بتتجوز ناس طمعانين فيها يا بابا، وكلهم اصغر منها، طمعانين في فلوسها. امال يعني عايزاهم يتجوزوها ليه؟ ايه يا حاج، عندنا احسن اسعار في السوق. الشغل هيعجبك قوي. تعالى اتفضل يا استاذ. حاجات ما حصلتش، كله هيعجبك. اتفضل، احسن اسعار في السوق. اتفضل يا استاذ. اتفضل اتفرج. تعالى يا حاج، خش. شغل عاجبك قوي قوي قوي، احسن اسعار في السوق. اتفضلوا يا بهوات. تيجي يا حاج، تعالي اتفرج. اتفضلي يا ست. جت الصنف اللي فوق اللي احنا شايلينه للزباين بتوعنا. ان شاء الله يخليك يا اخويا يا رب. بقول لك يا استاذ شوقي، ثانية واحدة. لا هو نفس الصنف اللي قدامها. يا سيدي انا عارف، فتح مخك بقى. يلا روح هات من الصنف اللي فوق. حاضر يا استاذ شوقي. تسمع الكلام يا اخويا؟ امال الله، مش هدفع فلوس ولا ايه؟ ولا مش هدفع فلوس يعني؟ معلش.